السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة مازال طبعا كلامنا متصل في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة إن شاء الله اليوم الثامن من وصول الغنم، الحلقة الـ14. النهاردة إن شاء الله هنتكلم، إن الكل بيسأل عنها، المصاريف الأسعار. النهاردة هنتكلم عن المصروفات، هنسميها حلقة المصروفات مش الاسعار بقى، المصروفات اللي عشان تتابع. اللي عاوز يعمل دراسه جدوى يجهز ورقه وقلم وهيكتب معايا المصروفات بالكامل، كل حاجه جبتها هنكتب لك، هنقول لك على سعرها وتسجل عشان لو عاوز تعمل دراسه جدوى. وكل حلقه هنجيب اي حاجه، بعد مجموعه حلقات كده اشترينا اي حاجات هنعمل حلقه تاني مصروفات تضيفهم مع بعض، تعرف من خلالها تعمل دراسه جدوى. قبل ما نتكلم على المصروفات، هنتكلم عن المصروفات والغنم بتاكل العلف. امبارح احنا قلنا الغنم حطينا لها 9 كيلو، النهارده ان شاء الله هنحط 11 كيلو. ادي جلد العلف اهو، 9 كيلو، 9 كيلو اهو، بس جلد قدام هنا 9 كيلو، النهارده هنحط 11. ادي الباقي، في باقي اهو 2 كيلو، دول بقيه 11 كيلو. عشان طبعا نتكلم مع بعض ان شاء الله على المصروفات بالكامل واحنا بناكل الغنم. شويه هما ان شاء الله. طبعا الغنم لما تقصت بتخش تترصص مع بعضيها تمام التمام، غير لما كانت بصفها كانتش تعرف تكبس مع بعضيها كويس، المكان وسع يعني بعد الغنم ما تقص. المهم هنحط شويه دول بالمره عشان كده يبقى 9 كيلو، لما يخلصوهم هنحط الـ2 كيلو، ما خلصوهمش هنستكفي بالـ9 كيلو دلوقتي. المهم المصروفات بتاعتنا كالتالي. رقم واحد العدد، عد معايا اهو العدد. انا طبعا لو انت واقف بالفيديو ببطيء وعد براحتك. العدد 23 راس، العدد كانوا 23 جبت واحدة ب24 ناس اللي بتابعنا، وبعد كده بعت واحدة كانتش عجباني فيهم بعتها، كده اصبح العدد 23 راس. عد اهو، وفي واحدة عدت من الناحية التانية. العدد كلي 23 راس. سعر الشراء واصل لغاية المزرعة، وصلوا لحد باب المزرعة بمصاريفهم كاملة يعني في 1550 جنيه. الحتة اضربها في 1550 جنيه، اضرب 1550 جنيه في 23 يطلع لك سعر الشراء واصل لحد باب المزرعة، شامل المصاريف بالكامل. دي رقم واحد. رقم اتنين، جبنا اشتريت طن 350 كيلو، 1350 كيلو دريس، باين من هنا اهوت في الأوضة في المخزن اهو، ده مخزن العلف. طن 350 كيلو دريس، الكيلو ب2 جنيه أرضه، يعني احسب 1350 كيلو في 2 جنيه هيعمل لك 2700 زائد العربية واخدة 350 جنيه يعني 30,050 جنيه. دي مصاريف الدريس 3,050 جنيه، 77 بالة العدد، 77 بالة. انا استهلكت لغايه دلوقتي 8 بلات النهارده، 9 البلات 9 لسه فاتح اهي في المخزن. بص معايا عشان كل حاجه صوت وصوره. دي الباله المفتوحه دي، دي رقم 9، خدت منها شويه اللي فطرتهم بيها. دي الباله رقم 9، ده الدريس لعدد 77 باله، طبعا اتشال منهم دي 9 باله خلصت، دي رقم 9. المهم بستهلك يعني بمعدل تقريبا في اليوم باله. طبعا لما العلف كميه العلف هتزيد توصل لاقصى كميه هتقل عن باله. المهم لما نخلص ونيجي نبيع هنحسب عدد البالات، قسم انت 1350 على 77 باله هيطلع لك متوسط وزن الباله 17 كيلو ونص، متوسط وزن الباله 17 كيلو ونص. لما نيجي نطلع ويتبقى بالات هنجردها وهنخصمها من
المصاريف الدريس، هنشوف كم بالة متبقين وهنضربهم في 17 كيلو ونص، هيطلع لك المتبقي اللي انت هتخصمه من ال 3050 جنيه اللي هو مصاريف الدريس. دي كده الدريس. اشترينا علف ب اشترينا 100 كيلو ذرة. من الذرة ده البرميل كان مليان طبعا، 100 كيلو دي شيشة ب 340 جنيه، الشكار ال 50 كيلو ب 170 جنيه. اشترينا كسر الفول، اشتريت 120 كيلو، 120 كيلو، 120 كيلو اضربه في 4 جنيه. احسب انت بقى مع نفسك، اشتغل شويه ودرب، ادرب كل حاجه بالاوزان وبالاسعار، انت جنب ودرب. قلنا 100 كيلو ذره ب 370، 120 كيلو كسر فول الكيلو ب 4 جنيه. اشترينا الاضافات ديت شامله 100 جنيه، الاضافات شامله 2 كيلو كربوناتو، 2 كيلو كربوناتو ب 30 جنيه، كيس بريمكس ب 35 جنيه، 4 كياس خميره الكيس ب 6 جنيه، يعني قول 25 جنيه خميره، وفي قالب ملح في الطواله ب 15 جنيه. قالب ملح في الطواله، انت كنت شفته انا بحط في العلف قالب الملح محطوط في الطواله، وهنتكلم عن الاضافات دي بالتفصيل في حلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله، عشان في ناس بتسال على قالب الملح اللي هم، عشان اختصار الوقت بس. كده 100 جنيه اضافات. نخش الادويه، قلنا 3000 جنيه دريس، 3050، وقلنا الذره وقلنا الفول وقلنا الاضافات بتاعتنا والادويه بتاعتي اللي اشتريناها في الدوره، طبعا مش كلها طبعا اشتريناها، دي صيدليه بتاعتي على طول. اشترينا اوبتيديكس لعلاج العين، دي ب 22 جنيه بشري، ب 22 جنيه. اشترينا الفلوريكول ب 90 جنيه. اشترينا الايفوماك، ايفوماك السوبر الاردني، فين عشان بس بعرف التصنيع، لا هي مكتوب عليها من جوه، احنا وريتها لكم قبل كده مش مكتوب على جوه. المهم اي ميد ان جوردن، اشترينا دي لايفو ماكس سوبر ب 160 جنيه. دي كده كل الحاجات اللي اشتريناها، دي كل المصروفات اللي صرفناها خلال الفتره دي. طبعا في علف في دريس متبقي، في حاجات تانية طبعا، كل ده هنجيب طبعا علف تاني المتوقع ان شاء الله في خلال الدوره، لو هي 70 يوم، خلال 70 يوم المتوقع اننا هنسحب بمعدل كيلو وربع علف في اليوم خلال ال 70 يوم متوسط، لان انا بدانا يعني هيدخلوا على كيلو ويطلع ممكن على كيلو ونص، فمتوسط كيلو وربع في اليوم تقريبا، متوسط كيلو وربع في اليوم خلال ال 70 يوم. يعني اضرب 23 اضرب 23 راس في كيلو وربع في 70 يوم، هيطلع لك 2 طن بالظبط، ده المتوقع. بس احنا كل حاجه بالورقه والقلم، انا بقول لك المتوقع عشان لما تيجي تعرف الحساب بيجي ازاي يعني. وهنحسب بالظبط اللي هناخده، احنا كده جايبين 220 كيلو علف فقط، 100 ذره و120 كسر فول، 220 كيلو علف فقط اللي اشتريناه، طبعا غير الدريس ده بنسحب منه، انا بتكلم على العلف المركز. المهم وطبعا ناقص اهم طبعا الحاجه الاخيره المكان، عشان تعرف مصاريف المكان. المكان ده انا واخده ب 4000 جنيه في السنه، 4000 جنيه في السنه عن الشهر ب 330 جنيه، بس طبعا انا صارف عليه حوالي 1000 ونص من جيبي، يعني هتحسب الشهر ب 500 جنيه. الغنم جايه يوم 8/8 عشان تبقى عارف كل شهر بنسحب قد ايه مصاريف ايجار. مصاريف الايجار هنحسبها 500 جنيه في الشهر. كده دي المصاريف الحاليه بالكامل اللي المصروفه في الوقت الحالي. كل كام حلقه كده هنعمل مصروفات تضيفها على المصروفات الثانيه. وان شاء الله باذن الله النهارده اخر النهار باذن الله هيتم وزن الغنم، عشان تتابع معايا الاوزان والزيادات هتكون عامله ازاي. طبعا معلومه برضك، اتسال اكتر من مره، ليه انت اشتريت نتايات ما اشتريتش تكور؟ كله بيسال اشتريت نتايات ليه ما اشتريتش تكور. اشتريت نتايات لان النتايات عندنا احنا هنا في المنطقه في اسكندريه في مطاعم في مشاوي بتاخد النتايات ديت للمشاوي على طول السنه، في سحب عليها طول السنه،
فبتشتغل معاك بتسمن وبتبيع للمطاعم ديت، بتسحب طول السنه، بس مقابل الربح مش قد كده، الربح مش كويس زي ربح الخروف. الخروف موسمي، الخروف الربح بتاعه موسمي، عندنا هنا في شهر رمضان وفي العيد، من رمضان لحد عيد الاضحى ده مكسب الخروف الذكر. اما النتيات طول السنه شغاله عندنا هنا، طول السنه شغاله بس مقابل الربح. طبعا دول مثلا لو تحسب حسبه سريعه كده 23 نتايه، خليهم تقريبا العدد 5 عشان نحسب معاك بسرعه، خليهم مثلا 25 لو هم مدربين في 40 كيلو، اضرب 23 مثلا مدربين في 42 43 كيلو، هيعمل لك حوالي طن. هيدربوا لما يجي تبيعهم هيعمل لك حوالي طن، طن 1000 كيلو، يعني لو في فرق جنيه في الميزان، لما تيجي تبيع بالميزان في فرق جنيه واحد، كل جنيه بيعمل 1000 جنيه، كل جنيه زيادة في الميزان بيعمل 1000 جنيه، وكل جنيه نقص في الميزان بينقص 1000 جنيه، وال1000 جنيه مش شوية طبعا، ال1000 جنيه تعتبر كتير. فأنت المطعم ممكن ياخد منك أقل ب 2 3 جنيه عن لما تبيع للزبون. المطعم شغال باستمرار مقابل إنه بياخد بأقل سعر ممكن، شغال طول السنة مقابل إنه بيشتغل بأقل. شوف العلف طبعا كده إيه، الدولة 9 كيلو، هنروح نجيب ال 2 كيلو الباقيين هنحطهم. فقلنا المطعم شغال باستمرار يعتبر، ال 2 كيلو هم المتبقيين، دول بقيت ال 11 كيلو. مطعم شغال طول السنة مقابل انه بياخد باقل سعر ممكن، مش زي الزبون. لما يكون معاك زبون بتبيع له طبعا بالسعر بيبقى فيه اكتر، حوالي 2 جنيه في الكيلو على الاقل. يعني المطعم لو خد مثلا بغض النظر عن السعر، كان للوقت كل وقت له سعر معين، لو بياخد ب 50 انت ممكن تبيع للزبون ب 52 53، يبقى في 2 جنيه 3 جنيه، يعني في 2000 3 رايحين من المكسب، بس مقابل احسن من الاعاد، احسن من قله الشغل، لان الشهرين اللي بعد العيد دول مباشره بيبقى فيهم ركود، شهرين ركود ما بيكونش فيهم البيع شغال كويس. طبعا انا تاجر بالدرجه الاولى، بشتغل في الخروف الذكر الانيه، يعني المزارع التسمين اللي بتدخل، اللي بتدخل الغنم، اللي بتدخل غنم التسمين الخروف ال 20 25 كيلو، هو ده شغلي. بس حاليا سعره جامد خالص بعد العيد مباشره، في ناس كثيره معاها فلوس عاوزه تروح تشتري، بيحصل سحب زياده عن اللزوم في السوق بتخلي سعر الخروف يرفع جامد. فانا هستنى الشهرين دول، هعمل دوره الواحد يبقى معاه شغلانه شغال فيها لغايه ما السوق يستقر، ونعرف سعر الخروف النهائي اللي شغال اللي هيثبت على السوق، بحيث خلاص ده السعر الثابت اللي هتعرف تتاجر فيه وتشتغل بيه. طبعا في النهايه لو عجب الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما ننسى معلش، قبل ما نختم الحلقه هنعرفك برضك من خلال الوزن، تابعنا في الفيديو الجاي هنعرفك من خلال الوزن تعرف ازاي الغنم بتاعتك اشتريتها سعرها كويس ولا غاليه، لان ده سؤال بيتسال كتير. قلنا مواصفات خروف التسمين وعملناها في فيديو قبل كده، ومعروفه المواصفات بتاعت خروف التسمين، وريتها لك فهمتها لك. طيب انا جبت الخروف عاوز اعرف الخروف ده سعره كويس من ناحية التجارية ولا لا، دي هنقولها لك ان شاء الله لما نوزن الغنم في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.